طيب حاجة تانية عايز أتكلم عليها وهي متعلقة بحكام مباراة القمة. لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي الساعة 5:30 يوم الثلاث قبل 48 ساعة من مباراة القمة، مفيش اختار رسمي ومفيش إبلاغ رسمي لأي حكم تم إبلاغه إن أنت اللي هتدير هذه المباراة، لا حكم ولا مساعدين ولا حكم رابع حتى ولا حكام الفي آر، حكام تقنية الفيديو. والكلام اللي طالع من جوه الاتحاد ومن جوه لجنة الحكام، وأنا امبارح اتكلمت في الجزئية دي، إبراهيم نور الدين بنسبة كبيرة، وقلت إن كابتن توفيق السيد كان بيفكر إن يدي المباراة لمحمد الحنفي. ولكن أنا النهاردة مش هتكلم في معلومة، هتكلم في ضمير اللجنة اللي لازم تخلص الموسم بشكل إيجابي. لا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نحط اعتبارات تانية ملهاش علاقة بالاعتبارات الفنية. بمعنى، هل وانا عندي مباراة كبيرة زي الأهلي والزمالك وانا هنا بخاطب الرابطة، بالمناسبة مش هخاطب الاتحاد ومش هخاطب لجنة الحكام، انا هخاطب رابطة الأندية الأستاذ أحمد دياب، الموسم الحمد لله ماشي بشكل كويس وقدرتوا تنجحوا انكم تخلصوا الموسم في نهاية 7 عكس المواسم اللي فاتت بتخلص في شهر 8، ولولا مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وان البطولة اتحطت في توقيت محدش كان عارف في الأجندة ان في بطولة، كان ممكن الدوري كمان يخلص في شهر 6، وده انجاز رائع جدا لرابطة الأندية. ولكن رسالتي للأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أرجوكم يبقى لكم دور في فكرة ان الحكم اللي هيدير مباراة القمة يكون حكم على مستوى فني عالي جدا. ما ينفعش اجيب حكم السنة دي اتوقف مرتين ثلاثة، ما ينفعش اجيب حكم اتوقف السنة دي مرتين ثلاثة، اتوقف محلي واتوقف افريقي، على فكرة اتوقف محلي واتوقف افريقي، والكلام ده معلن، الكلام ده معلن. فما ينفعش اجيب حكم يعمل ازمة. المباراة هي مباراة مش هتكون حاسمة في الدوري، ولكن المباراة هتكون احتفالية كارنفال، مباراة كبيرة تقدر تختم بها الدوري، لان المباراة المتبقية خلاص هيكون الدوري خلص. ولكن كنا نتمنى الحضور الجماهيري يكون اكبر، ولكن خلاص 3000 من هنا و3000 من هنا. ولكن على المستوى التحكيمي، لا، السنه دي عندك محمود البنا، عندك محمد معروف، عندك امين عمر، ده انتوا عندكم امين عمر في قائمه المحترفين الافارقه، عندك حكم محترف. انا مش هزكي حكم على حساب حكم، بس انا بتكلم على المستوى الفني يقول مين. عندك ثلاثه تختار منهم، عندك في الفار في محمد عادل، في اسماء، في محمود ابو الرجال، في احمد حسام طه، في حكام موجودين. ولكن ما ينفعش افكر في حكم اتوقف السنه دي مرتين ثلاثه يجي يدير مباراه القمه، والناس كلها عارفه اصلا ان على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيبقى في ترشيح لحكم، وكان دايما اللجان السابقه بتقول لك لا انت ما ينفعش المباراه دي، عايزين المباراه تعدي بشكل كويس. اي حكم معرض للخطا، انا مش بقول ان هو هيجي ومش هيغلط او هيغلط، اي حكم معرض للخطا، ولكن احنا بنتكلم في مواصفات حكم ازاي ينجح بالمباراه. وطالما اتكلمنا في المواصفات اكيد انتوا فاهمين قصدي، واللجنه لو بتسمعني فاهمه قصدي، والرابطه لو بتسمعني اكيد فاهمه قصدي. فلازم يجي حكم نقدر نقول يعني انت بتكرمه في نهايه الموسم يدير هذه المباراه الكبيره. عندك معروف، عندك امين عمر، عندك البنا، عندك عادل، عندك اي حد. ولكن ما ينفعش اختار حكام ما تبقاش دوليين، ما تبقاش دوليين. معدل الجري واللياقه البدنيه ليهم في الملعب قليله جدا، رغم ان هو مستواهم الفني ممكن يكون عالي جدا. وفي نفس الوقت ما ينفعش اجيب حكم اتوقف السنه دي مرتين ثلاثه محل وافريقي. فاتمنى من اللجنه او اتمنى من الرابطه خلال الساعات الجايه قبل اعلان اسماء الحكام بكره يكون في تريث ومعايير فنيه في اختيار الحكام لهذه المباراه. حكام ما تجيش تجامل، مش تجامل النادي، لا، ما تبقاش انت بتجاملهم عشان حكم ممكن عايز يختتم الموسم او حكم عايز يجدد موسم فانت تجيبه عشان يدير هذه المباراه. ما تجاملش حد، اختار حكم يليق بهذه المباراه، وحكم يكون الهيستوري بتاعه على مدار التاريخ او على مدار هذا الموسم ما يكونش فيه سوابق فيها ايقافات او فيها مشاكل فنيه، لان لغايه اللحظه دي، لغايه اللحظه دي مفيش حكم تم ابلاغه رسميا. انت عندك المباراه، والمفروض الطبيعي يعني مباراه كبيره زي دي لازم الحكم يعرف انه هيديرها قبلها على الاقل بثلاث اربع ايام، النهارده الثلاث، الماتش الخميس. فاتمنى ان يكون في اختيار سليم، وانا وجهت كلامي للرابطه، مش هوجه كلامي للجنه، لان انا خلاص تاكدت رسميا خلال الفتره الاخيره اللجنه دي ما بتشتغلش بمعايير فنيه. فاكرين الكابتن هشام الفلال اللي حسب تسلل من ضربه مرمى وقلت يا جماعه ده لازم يتوقف، ما ينفعش يكمل بالمنظر ده وعامل اخطاء قبلها،
ردا على كلامي على فكره يعني، بعدها ب 48 ساعه كان محطوط حكم رابع في مباراه. فانا اللجنه مش هوجه لها كلام تاني، لان هي بتتعاملش بمعايير فنيه. اتمنى الرابطه عشان تحافظ على شكل المسابقه والمسابقه تمشي بشكل كويس، يجي حكم يليق بمباراه القمه، يليق بيها على المستوى الفني ويليق بيها على المستوى البدني ويليق بيها على المستوى التاريخي لهذا الموسم. حكم ما عندوش مشاكل فنيه، حكم دايما موجود في المباريات الكبرى، حكم دايما موجود، الفيفا والكاف بيعتمد عليه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، عشان لما نشوف اسماء الحكام ولو حصل حاجه يبقى احنا من قبلها معرفين الناس المفروض ايه اللي يحصل في يوم الخميس اللي جاي.